في إطار الدعم المتواصل للأهالي في بلدات وقرى الغوطة الشرقية، وصلت اليوم 12 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية للأهالي في بلدة عين ترمة. المساعدات تزامنت مع إدخال عيادة متنقلة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري لتقديم خدمات صحية مجانية للمدنيين الذين تم تأمينهم داخل منازلهم من قبل وحدات الجيش العربي السوري. المواد الغذائية اللي عم تفوت، يعني بتحس صار في هيك وجوه خير على وش الناس، نورت مثل ما بيسموها يعني بالعامية. الحقيقة هم بمنطقتنا عم نخدم عدد كبير 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 من الناس، وضغط كتير علينا يلي نحن عنا بمنطقة عين ترمة المهجرين. طبعا عين ترمة هي مشتركة مع أهلنا بجوبر، كلاتنا مقيم سوا، زائد عنا القطاع الجنوبي منطقة دير العصافير وزبدين، وهي عنا القطاع الأوسط كمان، هون عنا منطقة المرج اللي هي النشابية العتبة، عنا القطاع الشمالي عربين ومديرة ومسرابة. اليوم كمان فتت السلات الغذائية، المحتويات الشاحنات هي عبارة عن وجبات سلات غذائية تحتوي سكر ورز وحمص وعدس وطحين، ويعني سلة غذائية كاملة. ونحن السلة الغذائية الكاملة ما حنقسمها، يعني حتى تكونوا بالصورة، نحن كل عائلة لازم نعطيها سلة. آلية التوزيع نحن عنا بمنطقتنا مثلا عين ترمة عندنا قطاعات، كل رؤساء قطاعات، نحن إن شاء الله الأمور منظمة، القطاعات ضمن على البطاقة العائلية حنكتب ختم إنه هذا الإنسان حتى ما يتجاوز يرجع ياخذ مرة تانية. الدولة الله يجزيها الخير بكل شيء فوتته، يعني بهالخمس أيام يلي نحن أخذنا فيهم غذاء يلي ما من سبع سنين ما حسنوا يكفوا، يلي كانوا قائمين على الأساس علينا ومدري شو، سبع سنين ما حسنوا يكفوا، خمسة أيام كفت الدولة كفت الشعب. المخازن اللي طلعت هلا بتكفي الغوطة يمكن عشرات السنين، مو عشر سنين، لك من السكر والرز كلياتها كلها مكتوب عليها الهلال الأحمر والصليب الأحمر بالكراتين وخطي، أنا شفتها بعيني. فاتوا الأهالي وقت اللي راحت هدول فرطوا، الأهالي نزلت على المستودعات، يعني شيء بكب قد ما في بضاعة قديمة كتير وما أعطونا إياها، تجي بيقول لك تقول له بدنا مثلا قمح بدنا كذا ما عنا. تخيل في مستودع أدوية عند منا، الإبر الديكلوم، الإبر الروز، لك شو بدي أقول لك من قبل كراتين من جميعه. بدأت تدخل قافلات المساعدات من هلال الأحمر، مواد غذائية، خبز، مي، أدوية، والآن يعني هلا شوي شوي عم نحاول نرتب الأمور وإن شاء الله هيك تستمر. الآن أول دفعة مواد غذائية أجت هلا عم ينزلوها الشباب وإن شاء الله خير، والله يكون خير. توزيع عم يوزعوا بال يعني بشكل مباشر بشكل نظامي، مثل ما شايفين طوابير عم توقف الناس، طبعا عم تدخل من كل المناطق، يعني مو بس بعين ترمة، من كل البلاد بحاول عين ترمة عم تدخل، عم نعطي الكل، يعني عم توزع للجميع بتنظيم مثل يعني جوبر، عربين، زملكا، عم تيجي كل المدنيين عم ياخذوا وما عم يصير تفريق بين. طيران الحرب الروسي يقصف قرية الزكاة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 31/3/2018 ولا يزال طيران العدو الروسي في الأجواء. طيران الحرب الروسي يقصف قرية الزكاة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 31/3/2018 ولا يزال طيران العدو الروسي في الأجواء. طيران الحرب الروسي يقصف قرية الزكاة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 31/3/2018 ولا يزال طيران العدو الروسي في الأجواء. طيران الحرب الروسي يقصف قرية الزكاة بريف حماة. طيران الحرب الروسي يقصف قرية الزكاة بريف حماة الشمالي. و
والدخان تصاعد 31/3/2018. الطيران الحرب الروسي يقصف قرية الزكابري في حماة الشمالي والدخان تصاعد 31/3/2018.